سلام اهو دستورك دستور على اليوتيوب مع هذا الفيديو بعنوان اداب اصحاب كل شيء جامد الفيديو عودك اشترك القناة واضغط لايك والله نبدا الفيديو بدانا الفيديو برين ايه في الفيديو الاول مسمار دلوقتي بالاله اللي بتنق اي حاجه بتفتك على طول تعمل دي بتاع اللي بتشيل عربيه للكوتش مثلا فاسي دي بتاعت الجنزير دي بتاعت الحنفيه نبدا اول حاجه يحطها المسمار بس المسمار دي كبير موت يعني الآلة ممكن تبوظ أصلا هو جاي بتدوس المسمار ده مسمار قديم برن هو اللي شغال كده بس المسمار ده جديد طبعا ممكن في المسامير دي ممكن أنواع في منها الصلب وفي منها العادي هيحطها دلوقتي مسمار والآلة دلوقتي بقى تنزل من فوق ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي الآلة بدأت تنزل اهي ونشوف اللي هيحصل التاني عادي بسهولة بس هي مستحيل ممكن تتنيع على الاخر شكل الآلة دي ضغط بتاعها كبير تلاقي عمال ينزل عمال يضغط فيه لكن ايه دي سفنجة بيعمل فيها لكن حتى سفنجة ممكن التعديل في وشه ولا اي حاجة بس هو بيكون بعيد ممكن حط الجزاز التصوير البطيء شوفها التاني ازاي التصوير البطيء هنشوف دلوقتي بص في الصورة البطيئة عاملة ازاي واو يعني التانية كأنه هي عجينة خالص التانية خالص ده فاكتور هو كذا شيء دلوقتي هيورينا ازاي بس دي أول حاجة دلوقتي وريها لنا هنشوف دلوقتي الشيء التاني ممكن نشوف دلوقتي دي التصوير البطيء قبل حاجة مثلا خفيفة ممكن يعجنها خالص دلوقتي هقعد حط خفيفة برضه عشان اوريها لنا شوف هي الآلة دي قدرتها قد ايه دي حط مسمار تاني وهو نفس المسمار دي كاميرا الجو برو الكاميرا اللي جنبيها كانت متعالية الجو برو الكاميرا ديت شوف التصوير شوف البتاع بتنهي ازاي المسمار مصدي كده بقاله فترة كتير مستخدم طلع بتعمل ازاي واو شوف عمال يضغط التا مسمار برضه مقاوم معاه مسمار برضه بيشيل جسور المسامير ديت مسامير جسور بيكون من الحديد وكده بتكون كله بيبقى مسامير حاجات كده وسلوك كبيرة طلع بقى خلاص هيجي لنا الحاجة التانية خلاص دي ما تعمل تاني دي برجع بقى بتاع لورا برجع التصوير لورا برنامج ازاي واو رجع ازاي زي ما كان هيرجع دلوقتي زي الاول شوف الغبار اللي تحت برجع بيطلع ازاي شوف الغبار برجع ازاي واو المسمار رجع ازاي وقف ازاي مستقيم وقف ازاي مستقيم دي ضغطين عليه حاب يضغط عليه تاني يزود الضغط تاني شال بقى تلاقي دلوقتي بقى يحط حاجة تانية بتاعت ترفع لو عايز يضغط تاني ينزل بقى عشان يضغطوا أكتر من الأول نشوف الوقت عمال يضغط خلاص المسمار مش قادر يستحمل المسمار أصلا اتهلك شوف المسمار حصل ايه فيه شوف بقى مثلا لو حط ايده بقى دي ممكن تتكسر على طول ممكن يحط ايده بقى بس أنا طبعا مش هحط ايده لا دلوقتي بقى يغير او حاجة تانية ممكن دلوقتي يحط اي حاجة تانية دلوقتي غير المسمار شال المسمار شاله برنا المسمار حصل فيه شوف المسمار عامل ازاي ونحط حاجة تانية دلوقتي غير المسمار او احط اي حاجة تانية ايوه احط حاجة دلوقتي تانية حاطه دي الآلة بتاعت بترفع العربيات وكده الآلة دي بترفع عربيات وحاجات كتيرة قوي بيقول لنا هي شغالة وكده وانا شغالة شوفتي هو هو هيطلعها عشان نشوف دلوقتي بقى الآلة دي ممكن تكسرها ولا تحصل فيها أي حاجة دلوقتي هنشوف دلوقتي بيقول لنا هي شغالة وكده هشوف دلوقتي بقى بتاع اللي هيحصل فيها دلوقتي هتفتكت المسمار تفتكت البتاع ده
زي دي بكون ضغطه كده هتفرد كل الوقت. شوف دلوقتي شوف ايه هتفرجع لك ها؟ لا ما بتفرجع والله. ايه من تاني محاولة دلوقتي. شوف المحاولة التانية وعمال برضه يرجع ويعمل حاجة تانية برضه. بتاع برضه جامد دايماً المسمار مش عارف بس عمال يطلع وينزل. بتاع عجبك من المسمار شكلها معمولها بالصلب بالحديد ده. هذه الصلب مش بتكسر بصعوبة. حابب ميلها شوف اللي هيحصل دلوقتي. مش تلاقي كلها معمولة من الصلب. ممكن الماسورة دي ممكن تتني بس على الأقل ممكن هي اللي تتني مش حاجة تانية. حابب برضه نزلها تاني وعمالة برضه اللي بتاعت نزل دلوقتي. هنشوف جرب لنا البتاع بدأت تطلع فعصف البتاع ده. نشوف دلوقتي بس هي مش هتكون جوا طبعا. هي تدخل جوا شفتها نزلت زيت ازاي منها مستحيل اكسرها. البتاع نزلت زيت بس دلوقتي البتاع دي باظة خلاص. لسه فرتكت الحتة المهمة دي اللي بترفع العربية تعمل كل حاجة فرتكتها. حط حاجة تانية مش بتاع مقاومة دي بتاعت الجنزير وكده. شوف دلوقتي ممكن دي تتني معاه بس دي أكثرها بتكون صلب مستحيل اللي هي تتني دلوقتي. بتكون مستحيل لا تتني بتاع دي. هتشوف دلوقتي اهو شوف دلوقتي بقى هيحط دلوقتي بقى هنشوف حطها بالطول حطها بالطول. هتشوف بقى اللي هيحصل دلوقتي ممكن تتني بس انت تتني اخر حاجة يكون اتفتكت يعني ايه اتفتكت على طول يعني مش فيه مش قوامة حتى. لا ما عملها راح تفرتك. شكل تعبية من جامعة او مش مصنوعة كلها مرة واحدة. شكلها من جامعة وكده شكلها من جامعة. بس اشتركوا في القناة 1000 مشترك واحط لايك على القناة. اكبر لايكات ومع السلامة.